في هذا الفيديو نتابع مستجدات العهد التنازلي لسيناريوهات سقوط النظام الإيراني. والجديد اليوم هو أن فريدة مردخاني ابنة شقيقة علي خامنئي تنشق على النظام وتنصح الدول بسحب سفرائها ودعم احتجاجات الشعب الإيراني، وتوجه رسالة للعالم تقول فيها: الإيرانيون المحبون للحرية وحدهم في وجه قمع النظام. أيها الأحرار كونوا معنا وساعدونا. إلى كل الأحرار والشرفاء في العالم، كونوا معنا ضد إجرام النظام. الإيرانيون شجعان في حالة حرب مع النظام المستبد. لقد قام النظام القمعي الإيراني باعتقال فريدة مردخاني بعد هذه الرسالة. احتجاجات غير مسبوقة وسائقي الشاحنات في أصفهان ينظمون إضرابا. لجنة حماية الصحفيين السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من 50 صحفيا، ومنظمة مراسلين بلا حدود إيران تحاول إسكات النساء من خلال اعتقال الصحفيات. السلطات الإيرانية تتهم الصحفيين بأنهم ينشرون أخبار كاذبة. السلطات الإيرانية أغلقت صحيفة جيهان سانات. للمزيد من المعلومات والتفاصيل شاهدوا الفيديو حتى النهاية. سجلوا آراءكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة. تحياتي. رغم القيود التي تفرضها السلطات الإيرانية لتقييد حرية التعبير في إيران، إلا أن الاحتجاجات استمرت وحتى توسعت. لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك كشفت بداية هذا الشهر عن اعتقال أكثر من 60 صحفيا وصحفية منذ بداية الاحتجاجات التي عمت إيران منذ وفاة مهسا أميني في 16 من سبتمبر الماضي، بعد 3 أيام من اعتقالها من جانب الشرطة الإيرانية.